أستاذ عنفار والسيدي، كيف يتم احتساب هذا الناخبين الكبار وتوزيعهم بين، هل يتم توزيعهم بين المرشحين أم كل ولاية يفوز فيها أحد الطرفين تؤول كل الأصوات إليه أصواتها في المجمع الانتخابي؟ هذا سؤال مهم جدا والإجابة عليه مختصرة جدا. في الولايات المتحدة هناك 50 ولاية، 48 ولاية تطبق إما أن تربح الكل أو تخسر الكل. هذا الذي قلته تماما. هناك ولايتان فقط هي ولاية مين وولاية نبراسكا تطبقان نظاما نسبيا. طيب، يعني مثلا إذا كانت عدد المقاعد 5 يمكن أن تحصل على 3. طيب، وتخسر 2 أو تربح 4 وتخسر 1. هذا الذي قلته تماما. مثلا ولاية فلوريدا لديها 29 من الناخبين الكبار، الذي يفوز في فلوريدا سيفوز بجميع الناخبين 29، والذي يتقدم في كاليفورنيا يأخذ 55، يأخذ 55، والذي يفوز في المجمع الانتخابي يأخذ 38، والذي يفوز مثلا في ألاسكا يأخذ 3، والذي يفوز مثلا في فرمونت يأخذ 3 جميعا. واضح. طيب، إذن ما رد هذا لنقول حالة الشحن النفسي التي طبعت هذا الاستحقاق الانتخابي والمواقف المتشنجة إزاء مسألة الإعلان عن نتائج الانتخابات في نهاية اليوم الانتخابي؟ لماذا هذا التمسك مثلا من لدن المرشح الجمهوري بهذا الإعلان؟ ماذا سيكلف الانتظار؟ بالنسبة لدونالد ترامب واضح أنه يعيش حالة من الخوف الداخلي من أن يخسر نتائج الانتخابات، ولذلك فقد استبقها بالتشكيك أولا في التصويت عبر البريد، آلية التصويت عبر البريد رغم أنها قديمة جدا، ثم بعد ذلك بدأ يلح على أن تعلن النتائج في الليلة ذاتها، وهذا لم يحدث أبدا، وأكررها لم يحدث أبدا في التاريخ الأمريكي. النتائج التي كانت تعلن مساء الانتخابات هي النتائج الأولية، ولا يتم بالمناسبة فرض جميع الأصوات في نفس الليلة، وإنما يتم فرضها أحيانا بعد أيام وأحيانا بعد أسابيع. ونذكر أنه مثلا في سنة 2016 بعد أسابيع أعلن عن النتيجة الشعبية النهائية والتي أظهرت تقدما كبيرا لهيلاري كلينتون على حساب دونالد ترامب على مستوى التصويت الشعبي. إذن دونالد ترامب، البعض يقول إنه سيطعن في نتيجة الانتخابات بغض النظر عن كيف ستكون إلا إذا كانت في صالحه، لذلك فإنه يؤهل الناس نفسيا ويقوم بنوع من جس النبض من أجل أن يشرعن طعنه المحتمل في الانتخابات. والبعض الآخر أيضا يشير إلى أن إصراعه في تعيين القاضية أيمي كومي بارت في المحكمة العليا هو نوع من الاستعداد القضائي منها، لأن المعركة إذا احتدمت ولم يستطعت الكلية الناخبة أن تحسم الانتخابات ثم بعد ذلك أحيل للكونغرس ولم يستطع أن يحسم في الأمر، فإنه سيحال إلى القضاء وبالتالي المحكمة العليا هي التي ستحسم. شكرا جزيلا لك. وهي الآن يسيطر عليها المحافظة.